طبعا على شاشه الام تي في انتم بانتظار برامج شهر رمضان المبارك واللي هي كثيره منها المسلسل الهيبه العوده، هالمسلسل اللي اخذ استحسان كبير عند الجمهور بالموسم الماضي. معنا اتصال مع مخرج العمل المخرج السوري سامر البرقاوي. صباح الخير. صباح النور لك ولمشاهدين ام تي في. اهلا وسهلا فيك ومبروك المسلسل الجديد، الجديد القديم لهالقد يعني مسلسل الهيبه اخذ استحسان عند الجمهور لانه يكون في مسلسل ثاني، جزء ثاني، تحدي اكبر؟ اكيد، لانه بصير الواحد يعني مع منافسه مع حاله، يعني تقدم جزء كان فيه هيك موجه نجاح عاليه وتطلعات وتوقعات الجمهور كمان اكتسبوا عرض الجزء الثاني، فدائما يعني بنجرب ننافس حالنا ونكون عند حسن ظن الجمهور بجزء ثاني، ما يبين انه هو وجود جزء ثاني هو فقط استهلاك لنجاح الجزء الاول. اكيد خاصة الحديث عن الجزء الثاني عند الجمهور بلش قبل ما يخلص الجزء الاول، يمكن قبل ما تكونوا مقررين 100% اذا رح يكون في جزء ثاني ولا لا، يعني هل قد الجمهور هو بانتظار هالعمل كمان، وهيدا تحدي كثير كبير. العمل على الجزء الثاني كان مع مجموعة قديمة من يعني المجموعة اللي كانت قبل من الممثلين وكمان كثير من الوجوه الجديدة، هل كان في صعوبات بهالإطار؟ يعني بداية من النص حاولنا يكون في بناء متماسك وممتد للحكاية بشكل صح، بشكل انه نقدر نخلق شخصيات جديدة تتفاعل مع الشخصيات القديمة، الشخصيات القديمة نكرسها ونقصها هيك ونخليها تكون يعني بنفس السياق اللي تقدمت فيه بالجزء الأول. هذا حيخلي هيك مساحة تقديم الممثلين وتفاعلهم على هذا الجزء الثاني حتكون أكبر. في لقاء أجيال حيكون في وجوه شابة حتتقدم، في وجوه عائدة للشاشة، يعني كله هذا نشغل عليه إن شاء الله ليكون بهذا الجزء. الكاتب المخرج والجمهور بيتعلقوا بالشخصيات الموجودة، بيوصل بوقت بسياق القصة أو لكثير من الأسباب يعني لازم هالمسلسل يتخلى بطريقة من الطرق عن شخصية معينة، يعني أوقات كثير بتكون صعبة على الجمهور وبيتأثر فيها عاطفيا، قد ايه بتكون صعبة عليكم؟ والله أكيد يعني نحن محكومين دائما بالسياق الدرامي اللي بيوضع النص، وفي استحقاقات معينة درامية، يعني بالنهاية يعني ما لازم يبين الكاتب أو الصانع للدراما اللي عم تنشغل إنه هو عم يتحكم بالأقدار حسب كلنا بنتذكر بأعمال عالمية، يعني استغني عن أبطال ببداياتها أو بأجزاء، تذكر العراب يعني مارلون براندو الجزء الأول وما كان موجود بجزء الثاني، فهذا كله محكوم في سياق درامي للعمل، هذا اللي بيخلي فيه مصداقية أكثر عند الجمهور، يعني كمان الجمهور ما بحب يتحول العمل كما بيسموه بالشائع يعني هندي، يعني مع احترامنا للدراما الهندية، بس إنه يعني كل شيء متوقع وكل شيء أو إنه دائما عن حسن ظن الجمهور ورغباته، لا دائما النهايات هي لازم تكون كما يجب، يعني عرفتي كيف؟ اذا كانت نقل للواقع او للمجتمع، المجتمع فيه كل شيء فمضطرين نقبل بهالشيء. طبعا بعد كم يوم عرض المسلسل بيبدا، شو شعور يعني اكيب العمل ككل والمخرج بالتحديد قبل ما يكون بده يبلش العمل ينعرض ويشوفه الجمهور؟ في خوف؟ في شو في؟ اكيد نحن في جمهور مصغر بلش دائرته صغيره، ما تقولي هي دائره العمليات الفنيه، يعني مثلا المونتاج والميكساج وحتى مراقبه العمليات الفنيه، هدول بلشوا يحضروا حلقات، هذول هن اول جمهور بتجرب عليه العمل. طبعا انا بالنسبه لي شايف العمل من وقت اقلعت فيه، بقعد بحضر بالقراءات الاولى يعني من الدائره الضيقه، والحمد لله نحن هلا تقريبا
نهايات العمليات الفنية تقريبا هربنا نسلف كل الحلقات. أنا إلى حد ما اللي مطمني إنه بذل قصارى جهد لأقدم أفضل ما يمكن، يعني هذا بحد ذاته بيعطيني حالة من الرضا عن الشغل إن شاء الله. بيبقى بقى التوفيق ورضا الجمهور هاي شغلة بقى إن شاء الله من عند الله، يعني نحن نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى التوفيق لمسلسل هيبة ولا الدراما يلي كمان عم بتكون بصعود كتير كبير وكتير قوي، وهيدا أكيد كتير مهم لألنا. شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق. العفو، شكرا يا هلا. إن شاء الله هيك يضل عن تحسن ظن جمهورنا بجزء الثاني العودة يا رب. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيك. وقف هلا ومنرجع منتبع لايف.